اهلا وسهلا، كيف انتم؟ مزيانين؟ احوالكم طيبه؟ كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي افضل الاحوال وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم. في هذا الفيديو غادي نحاول ما امكن انني نبارطاجي معكم طريقه التحضير ديال السمك مخضر بالبصل والزبيب. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تضغطوا على زر لايك وتبارطاجيوها مع كاع الاصدقاء ديالكم. اذا بسم الله على بركه الله لننطلق. الان غادي ندوزوا لطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا واحد الحوته بيسك انا بوحديتي. هذا النوع ديال الحوت صراحه ما عرفتش الاسم ديالو. ما تنساوش انكم تخليوا لي الاسم ديال هذا النوع ديال السمك في التعليقات اسفل هذا الفيديو. 4 دروس ديال الثوم، ملحه حسب الذوق، جوج الحفينات ديال الزبيب، 4 البصلات بويض. كيف ما كتعرفوا البصل بيض مع الحوت كيجي خطير 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 خطير، احسن من البصله حمراء. بالنسبه للبهارات غادي نحتاجوا شويه ديال الابزار، شويه ديال الكمون، شويه ديال الفلفله الحمراء، زيت المائده وهنايا كنستعمل بالخصوص عافيه، الماء عينكم ميزانكم، واخر حاجه واللي هي القزبر. بعد ما خليت الحوته ديالي تشرب الشرموله ديالها لمده 5 ديال الدقائق كيف ما كتشوفوا هنايا في الصوره، غادي ندير الحوته ديالي في الطنجره الهوائيه. غادي نقطع عليها البصله مشلضه، غادي نضيف عليها الزبيب، غادي نضيف شويه ديال الماء، وغادي نخلي السمك ديالي يطيب لمده 5 ديال الدقائق. حيت كيف ما كتعرفوا هذه الطنجره الهوائيه اللي عندي اي حاجه كنبغي نطيبها هي اللي كتحدد لي مده الطهي ديالها. حبيبي وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، هذه الصراحه كتجي لذيذه بزاف. اللي جربها فيكم يصورها لي ويبارطاجيها معايا يا اما في الواتساب يا اما في الانستغرام. هذا هو الشكل النهائي ديال طبق السمك بالبصل الابيض والزبيب، رافقته بشويه ديال الزويتنات حارين ومناضه ديال سبخايت. نتلاقيكم باذن الله تعالى فيديو جديد. تهلاو ليا فراسكم، سلام عليكم.